الجزائر اليوم. اشترك الآن. كاين حاجة اللي راهي مضرني بزاف اللي ما عاونوش، كان يداوي الدراهم الحاجة اللي كان ملايمة مسكين الأولاد هذاك راح داوى بها، ما عاونوش عندنا فاهم واعرة واعرة واعرة، ما كانش فاهم. حنا مدينا مدينا للناس، مدينا للشعب مسكينة والدنيا، وش شوية لافان كي دايرة مسكينة، ما كانش اللي عاونها، ما كانش كان يصرف من جيبه. هي نورمالمون كاينه دولة، كاينه منا، كاين ناس كان تاع ثقافة، كاينه كفلوش بيه مسكين الدراهم اللي كان ملايمهم لولاده باه يخليهم لولاده داوى بيهم. عرفة ما كانوا مسكين ومات الله يرحمه ويوسع عليه. يعني أنا لا أفهم معنى تهميش، يعني نعم يعني أنا لا، هذه الكلمة أحيانا لا تكون في محلها، بالفعل لأننا نقوم بواجبنا من جانب إنسانيين، هذا واجب أن نزور الفنانين المبدعين في بيوتهم ونقف إلى جانبهم ونساعدهم ونرعاهم، وهذا أمر طبيعي، فهذا يدخل في مهامنا، مثلما أيضا يقوم فخامة رئيس الجمهورية دائما نعم. بتوجيهنا نحو دعم الفنانين، الوقوف إلى جانبهم في خاصة في المسائل المرتبطة بالجانب الصحي، فكثير من الفنانين تم نقلهم للعلاج في الداخل أو في الخارج، وأيضا رعاية الفنانين أيضا، وحاليا أيضا نقوم بعمل كبير، القوانين التي تظهر دائما لمساعدتهم في الجانب التقاعد، في الجانب المادي، في الجانب مساعدتهم في الجانب أيضا الفني، كل هذه الأشياء موجودة، لا أعتقد أن هناك تهميش، نعم. وأن هذه الكلمة أرجو أن تسقط من القاموس، لأن ما نقوم به ربما لا نجده في عديد الدول.